النشاط نتاع اليوم يندرج ضمن الانشطه اللي موجوده في مشروع لايف ماترتل اللي تقوم به كليه العلوم صفاقس، والمشاركين فيه اليوم اعضاء نادي سوفرين ايثر ايثر وكلوب زاد نتاع دي جون نتاع طلبه موجودين في كليه العلوم صفاقس. البروجي نتاعنا هو بروجي متوسطي فيه 5 بي مومبر، كل دوله عندها دي اكسيون محدده باش تعملها، عندها دي اكسيون كومون باش نخدموهم، وعندنا دي اكسيون كل دوله مش تعمل كيما سونتر دو سوا. تونس مازلنا عندنا ان سول سونتر في مستير، هذا سي لو دوزيام سونتر في صفاقس عملناه. الانشطه الموجوده في مشروع لايف ماترتل اللي هو حمايه التنوع البيولوجي البحري عامه في خليج قابس، وخاصه السلاحف البحريه اللي فيها بارتيه على توعيه البحاره وتقديم ماتريال باش يعاونونا في البحث ويعاونونا في عمليه الانقاذ. الحاجه الثانيه انه فما سونتر دو سوان ولا مركز الرعايه الاوليه للسلاحف البحريه. اليوم سيبنا له اول فكرونه جاتنا للسونتر، سيده جات للسونتر دو سوان 7 افريل وملول كانت تروماتيزي، يعني الكابتور قعدت وحله في الشباك اللي كانت تعبه شويه. بعد شهر ونص بريسك من العمل من اعاده تاهيلها وحلت عند بحار في الشابه وكلمنا وقمنا باللازم وجبناها للسونتر ورجعت تاكل ورجعت تتحرك وقمنا بالعمليه العلميه اللازمه. ثم اليوم كما ترى ورجعناها في اطار التوعيه والعلوم التشاركيه. فما نوعين، فما بالترقيم المعدني يعني الباج ميتاليك كما شفتوهم اليوم، السيده واحده على النجوار دروات واحده على النجوار جوش، يعني فيها ريفيرونس فيها رقم تي ان ورقم ومن تالي فيه العنوان نتاع كليه العلوم صفاقس، يعني في اي بلاصه باش تخرج فيها السلحفات هذه يتصلوا بينا. فما طريقه اخرى اللي هي زاد موجوده في المشروع انه نحن باش نحطوا ترقيم بالساتيليت، يعني نتبعوها بالاقمار الصناعيه على مده عام. التظاهرة اللي صارت اليوم هي تظاهرة تحسيسية بالأساس، الهدف منها هو التعريف بأهمية السلاحف البحرية. كما حكاية الساعة قالوا السلاحف البحرية ثم ثلاث أنواع، منها ميكاريتا كاريتا هذه السلحفات الكبيرة الظهر اللي هي تورتيكاوان بالفرنسية اللي هي مهمة جدا، ولكن للأسف تتعرض لمظلمة كبيرة في صفاقس خاصة وعلى السواحل التونسية، كل شابة جربة وغيرهم 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 قاعدة تنقرض، بالرغم أن السلحفات البحرية مهمة جدا، هي تحمينا احنا انديريكتومون على خاطر نعرفوا تاكل الحريقة كيف هي تساهم في التوازن البيئي. قاعدين نغلطوها بالساشيات اللي نطيشوهم في البحر، تغلط كي تشوف الساشيات تحسبه حريقه تمشي تاكله تموت، هيك علاش السلاحف البحريه قاعده في انقراض. هي صحيح ممكن حاجه بسيطه لكن مهمه جدا على خاطر قاعدين نوعيوا في الكبار ونوعيوا في الصغار انه راهو السلحفات البحريه مهمه جدا، مهمه في حمايه البيئه، مهمه في حمايتنا، والسلحفات البحريه ما نجمو نعيشوا كان بها كيما الحيوانات الكل. عندنا ملك، عندنا ملك اون اوتر تورتو زادا تشدد في الشرفيه، الشرفيه نتاع قرقنا، زادا كلمونا ومشينا هزيناها وكل شيء. ان شاء الله لو 5 جوان هكا انفيتاسيون اوفيرت من توا، دونك لو 5 جوان باش نسيبوها، هو اليوم العالمي للسلاحف البحريه، دونك احنا باش نسيبوها لو 5 جوان ان شاء الله.